مرحبا بكم البنات، ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم بخير ان شاء الله يا ربي. وصفتنا نهار اليوم ان شاء الله عندنا دجاج بلا بيشاميل. بلا ما نطول عليكم نبداو المقادير. عندك هنا صدر تاع الدجاج، حبه بصل، حبه بيض، شيدر، وفلفل كحل، وملح. كيما راكي تشوفي هنايا درت الماء يغلي، نحط عليه صدر تاع الدجاج هكذا هوليك، ونزيد عليه نحط عليه البصل بعد ما قطعته هايليك، وزع عليه فلفل اسود وملح راني على خطر هكذايا، ونخليها تتغلى لي ونغطي عليها زين، نخليه يطيب ونغطي عليه كيما كي تشوفي هنا. شوفي ها هايليك الدجاج تاعي بعد ما طاب لي وخليته يبرد لي، دوك راح نحاول نفتو. شوفي هكذا كيما هكذا وفتو حتى نكملو كاملتي، شويه سخون شويه هكذا. نكمل كاع صدر تاع الدجاج تاعي كيما راكي تشوفي في التوتو كامليتك مدنات. نحكم هنا لا بيشاميل بعد ما درت شويه في الكحل، شويه فرماج وملح، وشويه فرماج ثانيتك، نرمي عليها حبه بيض هكذا ونخلطهم مليح. هنا بعد ما برت لي لا بيشاميل ما تكونش سخونه، شوفي هكذايا خلطهم مليح. بعد نحكم الدجاج نفرغ لا بيشاميل تاعي فوق الدجاج هايليك. بعد في الاخر ندير عليها الشيدر وهنا تخليها طيب لك من تحتها، وزيد تخليها طيب من الفوق حتى كي تحمر لك وخرجيها. نتلاقاو في صحن تقديم ان شاء الله. بعد ما طابت لي كميتك مازالت سخونه نحاول نقطعها معاكم. هي سخونه تغلي ما شاء الله. جاتني روعة، جربوها ان شاء الله ما تندموش عليها، روعة.